انت ليه ما اخذت في خاطرك كلمات الاستاذ الجليل الكبير اسماعيل حسن الحال استاذنا الكبير عمر الشاعر؟ قبروها الناس عشان تزعل، قبروها الناس عشان تزعل، لو تفوتني من بيسأل عني تاني. قبل حباب عندي واضي، عندي ماضي افتحي ارجع له تاني. في الحقيقة في الحقيقة قبل حباب أرجع له تاني. لو بتعرف كيف بريلك وكيف بعيدك يا حبيب، لو بتعرف كيف بريلك وكيف بعيدك يا حبيب. كم كلام الناس وحياتك ما بيضيرك وما بيضيرك وما بيضيرك وما بيضيرك وما بيضيرك وما بيضرك وما بيضيرك. كان كلام الناس وحاكا ما
بيطيرك وما 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 بيطيرك.